كأنه الحج وضع للقاء الإمام. بعض العلماء يعتقدون أن كل من يذهب إلى الحج ممن هو أهل لذلك من المؤمنين، هذا يوفق للقاء ولي الله، وإن لم يشعر بذلك يرى الإمام ولا يشعر بذلك، وربما إذا يكون في درجة عليا يشعر بذلك. هنالك بقطع النظر عما ذكره بعض العلماء في هذه القضية، بعض الآيات وبعض الروايات لعلها تكون مشعرة بهذا المطلب. من جملة الآيات الكريمة قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. المفروض أن يقال يأتوا رجالا يعني راجلين، ولكن الآية تقول يأتوك رجالا، هذه الكاف ما شأنها هنا؟ لاحظوا الفرق بين يأتوك ويأتينا، كأنه الحج وضع للقاء الإمام، كأنه محور الحج هو الإمام ولقاء الإمام. الآية الثانية قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت عتيق. في الكافي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال في تفسير الآية: لقاء الإمام، قضاء التفث يعني لقاء الإمام، هذا فقط في عهد الحضور كان أو موجود حتى في عهد الغيب. الآية الثالثة يقول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض ناس. عن أبي عبد الله الإمام الحسين صلوات الله عليه يقول: فنحن الناس. في الكافي الشريف عن الإمام الباقر صلوات الله عليه: تمام الحج لقاء الإمام. هذا تمام الحج يعني كمال الحج لقاء الإمام. في رواية يرويها في كمال الدين عن نائب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه: والله إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة فيرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه.